حننت إلى رؤياك مجد الرحيل مجد الرحيل فنبع الصبر قد نطوى ما كنت أحسب قبل قلعة حلب. هنا القلعة، قلعة حلب العريقة، قلعة لا يعرف التاريخ بداية لها، لكنه تحدث عنها كثيراً وحفر فيها ذكريات طفولة البشرية. أحبها أرسطو وانبهر بها ابن جبير، وأدهشت ابن بطوطة ولفتت ياقوت، واعتبرها البيروني من عجائب الدنيا، وعشقها المتنبي حتى الشعر. تشبه الفنجان داخل صحنه، هي الفنجان والصحن مدينة حلب الحاضنة لها، من أكبر قلاع العالم وأقدمها وأحصنها. كانت عصية دوماً على الغزاة بالقوة، ولم تفتح إلا بالحيلة والخداع. بنيت فوق ترلت أكروبول إهليليجية الشكل، نصفها صناعي لرفعها عن مستوى المدينة حوالي 33 متراً. يحيط بها سور حجري فيه 44 برجاً دفاعياً من أحجام مختلفة. طول السور الواحد حوالي 900 متر، وارتفاعه حوالي 12 متراً. دعم بأعمدة حجرية ثبتت بشكل عرضي بمسامير حديدية. حجارة السور الكبيرة تعود إلى ما قبل الفتح الإسلامي والوسطى من العهد الأيوبي، أما الصغيرة فمن العهد المملوكي. رصف ثلثي المنحدر بأحجار ليصعب تسلقها ولحمايتها من التآكل بسبب مياه الخندق المحيطة بها. والخندق عرضه 32 متراً وعمقه 22 متراً، وكانت مياه الخندق تأتيه من نبع حيلان التي تقع شمالي حلب. تحتضن قاعة القلعة الكثير من آثار العهود التي مرت بها منذ أن كانت حلب مملكة عمورية واسمها يمحاض قبل الغزو الحثي في القرن 16 قبل الميلاد، وبها مقتنيات تعود للألف العاشر قبل الميلاد. وبعد أن رفع اسكندر المقدوني قواعدها تعاقب عليها الأكاديون والحثيون والآراميون والبابليون والآشوريون والسلوقيون الذين أعادوا بناءها، ثم الرومان الذين حكموها 700 عام، ثم البيزنطينيون الذين كانوا يرممون أي جزء يتهدم منها بالحروب، ثم نعمت بالفتح الإسلامي لها عام 36 للميلاد على يد خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح، وذلك بحيلة تطوع فيها أحد الفرسان. وتسلق منحدر القلعة بعد أن تظاهر جيش المسلمين بالتراجع، وتحت جنح الليل قام ذلك الفارس ورفاقه بتسلق المنحدر، وهم متخفون بجلد الماعز مربوطون ببعضهم البعض
يتقدمهم ذلك الفارس الذي يهز الحبلة كلما سمع باقتراب الحراس البيزنطينيين، ويقضم الخبز الجاف بصوت عال ليعتقد الحراس أنه ثمة ماعز ترعى على منحدر القلعة. وهكذا تسلقت المجموعة القلعة وأشعلوا نارا ليعطوا جيش المسلمين الإشارة بوصولهم، بعد أن فتحوا لهم الأبواب فدخلوها ظافرين، وأسروا حاكمها يوكين البيزنطيني الذي اعتنق الإسلام بعد فتح القلعة هو وجنوده، وانضموا للفاتحين. ويحكي التاريخ أن القاعة العريقة أضحت في القرن العاشر الميلادي مقراً وسكناً لسيف الدولة الحمداني تقاوم البيزنطة ومن بعدهم الصليبيين، وظلت حصن المسلمين القوي في شمالي سوريا وملجأ الناس كلما داهمهم الخطر. وفي العهد السلجوقي زاد اهتمام نور الدين الزنكي بالقلعة، فبنى فيها المباني ورممها وجعل فيها قصراً ومسجداً وبلغت أوج ازدهارها في عهده. ثم جاء من بعده الظاهر بن صلاح الدين في عهد الأيوبيين فاعتنى بها وكانت مقراً لحكمه وسكنه. ثم غزاها المغول وعلى رأسهم هولاكو عام 600 و200 ميلادية، واحتلها بعد حصار دام شهرين فخرب أسوارها ودمرها، لكن خليل بن قلمون أعاد ترميمها. ثم دمرت ثانية على يد تيمور لانك عام 400 و1000 ميلادي، وأعاد الناصر بن برقوق بناءها، وأتم ترميمها السلطان الغوري آخر المماليك، وصارت تحت الحكم العثماني الذي امتد 400 عام بعد أن دام حكم العرب لها 500 عام. ونال القلعة ما نال حلب المدينة من دمار الزلزال الكبير الذي ضرب المدينة عام 28 و800 ميلادي، لكنها القلعة بقيت صامدة تشهد على كل ما مر بها وتحدث آثارها عما حدث تحت أسوارها. وفي العصر الحديث وبحجة ترميمها وبعد إهمال دام ربع قرن أو يزيد، بيعت القلعة على يد مختطفيها لمستثمر أجنبي، ونهبت القلعة والكثير من مقتنياتها، لكنها بقيت محتفظة بأسرارها مدخرة كنوزها لمن يستحقها من أبنائها. ومن أسرارها أنها تحوي سراديب تحت أرضية تتصل بأحياء داخل المدينة، ومن خلالها كان السكان يلجؤون إليها أثناء الخطر. وأي خطر أشد مما تعانيه الآن يا حلب؟ وأي خطر يحدق بأهلك أكثر مما هم فيه؟ فأين القلعة التي سيلجأ إليها بنوك وقد اشتد بهم الكرب؟ القلعة أسيرة بيد مختطفيها تنادي أهلها وبنيها، فهل من سامع يلبي النداء؟ وهل من محرر يفك أسرها ويفتحها؟ عل فتحها يكون بوابة لفتح حلب.